للأسف الفلسفة اللي خاصة بالمشرع زي ما هي، اللي هي ما بتشوفش الستات غير وعاء ناقصات عقل ودين، وإن لازم هي تطيع عشان الراجل يدفع. احنا بنتكلم على فكرة حقوق الستات، حقها في كل الأموال اللي تم تكوينها أثناء الزواج. أثناء الزواج بعيد بقى عن الأموال اللي الزوج ورثها أو هي ورثتها، لا احنا بنتكلم على الأموال اللي تكونت أثناء الزواج، واللي هي ليها حق حتى لو هي مش بتشتغل، لكن هي كانت بتشتغل جوه البيت، بتراعي أطفال، بتراعي أمورها، وبالتالي سابت شغلها واستقرت في البيت. هو كان بيشتغل بره عشان يكبر الكارير بتاعه، وهي كانت بتشتغل جوه. المشرع وضع 9 أسباب للتطليق، وعلى الستات إن هي تحط أسباب وأدلة علشان القاضي والمحكمة تقتنع إن هي ليها حق في الطلاق. ممكن تقعد من 3 سنين و4 سنين، وخاصة لو في أخطاء من جانب الزوج وهي مش عايزة تخسر حقوقها المالية. الستات لو اتجوزت مرة أخرى بعد الطلاق تسقط عنها حضانتها، فبالتالي هم كمان ما بيقدروش إن هم يتجوزوا جواز رسمي، خايفين على اسقاط الحضانة، او ان هم بيتجوزوا زواج غير رسمي، زواج عرفي، وممكن تبقى تحت ضائقة ابتزاز من اي رجل اخر.